الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. نعم أيها الإخوة الأكارم، إن الإنسان إذا ما أراد نماء لماله وأراد بركة في رزقه وفي حياته عليه بالإنفاق، وإن الإنسان الذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ينفق سرا وعلانية، كما وصف الله عز وجل المنفقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وأخبر سبحانه أن أولئك الذين ينفقون كذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الأحباب، مسجدكم هنا بحاجة إلى دعمكم. هذا الصرح الإيماني وهذا المعلم الحضاري الإسلامي بحاجة إلى من يقف إلى جانبه، من يدعمه، وأنتم سباقون في هذا الأمر. فما شاء الله لكم أياد بيضاء، لكم فضل بعد الله تعالى كبير، أنفقتم ودعمتم حتى وصل هذا المجمع إلى ما وصل إليه. بلال بن رباح، مسجدكم هذا المسجد العامر بكم أنتم أيها الإخوة، غيبتنا الظروف عنه قصرا بقدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن بقيت المصاريف وبقيت النفقات وبقيت الاحتياجات، وها نحن اليوم أيها الإخوة نضرع إلى الله عز وجل أن يفرج عنا وأن نعود إلى مسجدنا كما كنا، وأن تفتح بيوت الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ولكن هذا أيضا يتوقف على الدعم وعلى أن نقف إلى جانب مساجدنا وبيوت ربنا سبحانه وتعالى. النفقات كثيرة والاحتياجات كثيرة، وأنتم أدرى وأعلم بها، وهذا المعلم الحضاري الإيماني بحاجة إلى الكثير من المرافق التي ستستكمل إن شاء الله تعالى. ادعموا ولا تبخلوا، لا سيما في أيام هذا الشهر المبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ملكا ينادي كل صباح على من ينفق ومن يبذل ومن يعطي فيقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وينادي أيضا فيقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله السلامة والعافية. ما تنفقونه في هذا المكان أيها الإخوة في مكانه إن شاء الله، وتجدونه عند الله عز وجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، سهمتم والمسيرة ما زالت مستمرة، ولكن هي بحاجة دائما إلى الخيرين، إلى الطيبين، إلى المنفقين من أمثالكم. لا تبخلوا، لا تترددوا، جزاكم الله خيرا، أخلف الله عليكم، بارك الله لكم في أموالكم وفي ذرياتكم. ادفعوا الزكاة، ادفعوا البلاء بدفع الزكاة وبدفع الصدقات، ولا تترددوا أبدا أيها الإخوة، ولكم من الله سبحانه وتعالى جزيل الأجر والثواب. نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وبارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير.